عبد الحنين راوح، 34 سنة، أنا ديزاينر مغربي من مدينة الرباط. كانت أول مشاركات ديالي في قفطان المغرب، وكنت أنا الجون كرياتور ديال سنة 2007. الفريق ديال الكاستينغ ديال بروجيكت رانوي ميدل ايست جا المغرب، وكان كيقلب على ان بروفيل ديال ان ديزاينر اللي عنده اكسبيريونس، لان هذا العام كانوا باغيين نيفو احسن من السنه اللي فايته، وقلت بوركو با، انه اكسبيريونس جديده في الميدان ديالي. هاد الاكسبيريونس ديال بروجيكت رانوي فيها بزاف ديال الاشياء كتعلمهم، مالغري كو انا عندي اكسبيريونس كبيره في مجال ديال الخياطه وديال الديزاين، ولكن تما لا كومبيتيسيون كتعلمك بزاف الصبر، لانه الظروف ديال التصوير صعب بزاف، الناس ما كيشوفوش هادشي، كيشوفوا ليبيزود مصور، ولكن كانت امبيونس زوينه بزاف من لي كونديدا، وتعرفت بزاف ديال لي كونديدا من العالم العربي، وهادي جو بونس كو سي سكي ا انريشي هاد ليكسبيريونس بالنسبه ليا. المشاركات ديالي اللي شاركت في المغرب وفي ليترانجي في بزاف ديال لي ديفيلي، ما كانش عندي فرصه يكون كرياتور عالمي بحال دابا بحال الي صعب في الكومبيتيسيون، اللي يعطيك لافي ديالو على الخدمه ديالك، و جو بونس كو هادي كانت اكسبيريونس زوينه، لان كتشوف بانه هو معجب بالشغل ديالي، دونك هذا كيزيد يحمسني انه نبقى كنخدم في القفطان المغربي، ولكن لانسي ان باراليل اون لين ديالي مودرن. الشخصيه ديالي اللي كتشوفوا في البرنامج هي الشخصيه ديالي اللي زعما العادية، لأن كاع الناس اللي كيعرفوني قالوا لي اللي فيك زوين أنه ما تصنعتيش في البرنامج بوغ كخي أن بيرسوناج ولا باش تلعب لعبة، ولكن أنا هكا متسامح وعندي أون فورس دو كاركتير، ولكن كتر في الخدمة ماشي في الشو. تنحاول نهدر ماشي دارجة، ولكن بحال اللي كيعيطوا لها هما اللغة البيضاء، لأن تما المغربي تيجيهم صعيب، ما كيفهموش الكلمات ديالنا، و بيان سور لا كنت ريبريزونتون ديال المغرب وما نابوندونيش اللغة ديالي، واخا صعيب عليا، أنا كنت كنهضر بالفرنسي بزاف أكثر شيء، ولكن كنحاول ندير دي زيفور باش نهضر بالعربي. كنظن بان لي برايم بينو بان كل برايم كان ايفولوي اكثر من البرايم اللي قبل، ولجنة الحكم كيعجبها الببليك والناس اللي كيتبعوني في لي ريزو سوسيو، وهذاك كل مره كيقولوا لي انت اللي كان خصك تربح التحدي، دونك عندي كاع المؤهلات نوصل فاينل ونربح البروجيكت رانو. كنظن كو اي واحد فينا من اللي غيبقاو حتى الفينال، كل واحد عنده شي حاجة كيتميز فيها، يعني اللبنانيين كنعرفوهم بزاف الكوتي مانوال، انا كانوا كيقولوا بان تكنيكمون جو سوي تري فور، كل مشارك جاي بشي حاجة ديالو. لا ربحت البرنامج ما كنظنش بان غن ابوندوني لاتولي ديالي في المغرب، بالعكس بغيت نطور لا مارك ديالي على انترناسيونال ويبقى لاتولي المغرب ونبقى نخدم، حيت لو بروميي امور ديالي هو القفطان المغربي. مجال الازياء في المغرب تطور، لانه لجينا نهضروا على القفطان المغربي هذه سنوات، وحنا كنديروا عليه شغل جديد باش يبقى يعجب الناس ويعجب لي جون ديال اجوردي، ولكن ما كنظنش بان يمكن يكون عندنا ان كرياتور عالمي لا بقينا نخدموا غير في القفطان، مي هادشي اللي انا كنحاول دابا ندير، انه
تلونس عالميا، ولكن لما خدمتش لا روب وما خدمتش اشياء اللي يمكن لها تصدر، ما يمكنناش نوصلوا ويكون عندنا كرياتور عالمي مغربي. انا دائما كنقول حاجه واحده اللي اتيري بار هاد الدومين، وانا كنستقبل بزاف ديال لي ميساج من الناس اللي اموغو دو ميتي وتيقولوا لي شنو هما النصائح اللي تعطينا. الا كنتي اموغو دو ميتي وعندك ان دون، خصك تكملوا بشويه ديال القرايه باش تفهم المجال اللي انت داخل عليه. ولا كنتي اتيري جوست بلو شو وبلي ديفيلي وبلي سواري، نو هاد الدومين كيحتاج بزاف د الخدمه اون امون باش تقدر توصل لهادشي. انا بغيت نشكر الناس اللي تبعوني بوندون توت لا بيريود ديال البرنامج واللي مازالين متبعيني، لي ميساج اللي كيصيفطوا لي، لي زونكوراجمون. ما كنتش كنظن بان المغرب بحال هكا كيتحمس ملي كيكون مشترك مغربي في شي بروغرام، ولكن دزت من هاد ليكسبيريونس وكنشكرهم بزاف وكنقول لهم خليكم متبعينا حيت مازال بزاف ديال لي سوربريز. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.